توجه بالشكر والتحية والإجلال والإكبار لسيادة المشير خليفة حفتر برجوعه إلى أرض الوطن سالم، والحمد لله بالسلامة نقول، ومبارك للشعب الليبي برجوعه. وطبعا إذا كان دفن طبول الحرب بالكلام من جهات أخرى وتشويه السمعة، حمدا لله على سلامة المشير، نحمدك ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كونوا مطمئنين فإن قائد جيشنا وراءه رجال في المحاور، رجال في كل الساحات، عاهدوا الله سبحانه وتعالى على أن تكون ليبيا في عزة وكرامة وسؤدد. تحية لك وحمدا لله على سلامتك. نحن اليوم نحمد بسلامة سيادة المشير على وصوله في مهمة خاصة بالقوات المسلحة وبالوطن الغالي. إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل ينتصر الجيش على الإرهاب.